دلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيكون موضوع خطبة الجمعة عن تطبيقات حسن الخلق، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معاً ما بين 10 دقائق و 15 دقيقة كحد أقصى للخطبتين. النهاردة لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراتين قويتين في إطار إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، هيلتقي الأهلي المصري مع مازيمبي الكونغولي في 10:00 ليلاً، وفي الساعة 9:00 مساءً هيلتقي سان داونز الجنوب إفريقي مع الترجي التونسي. ولعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع عدد من المباريات الافتتاحية في الدوريات المختلفة، في الدوري الأسباني في 10:00 ليلاً هيلتقي ريال مدريد مع ريال سوسيداد في المباراة الافتتاحية للجولة 33 من عمر المسابقة. في الدوري الإيطالي وفي تمام الساعة 10:15 هيلتقي كالتشيو فروزينوني مع ساليرنيتانا في المباراة الافتتاحية للجولة 34 من عمر المسابقة. في الدوري الألماني وفي تمام الساعة 9:30 هيلتقي فريق بوخم مع هوفنهايم في إطار المباراة الافتتاحية للجولة 31 من عمر المسابقة. وفي الدوري الفرنسي هيلتقي نانت مع مونبيليه في المباراة الافتتاحية للجولة 31 من عمر المسابقة في 10:00 ليلاً.